يا بنات، النهاردة جاي اقول لكم رأيي في بلاشر مايت سينما اللي قالب التيك توك والانستجرام. دي درجة 208، وانا هوريكم البيجمنت بتاعه عامل ازاي وايه عيوبه وايه مميزاته. اول حاجة هحط نقطة صغيرة قوي كده عشان النقطة دي البيجمنت بتاعها عالي قوي، وهبتدي ان انا اوزعها بالفرشة. اعذروني انا ماليش في الميك اب قد كده، دي الحاجات اللي بستخدمها يومي بس، لكن انا ماليش في الميك اب قد كده، انا مش ميك اب ارتست. ده اللون بعد ما دمجته. بعد كده بجيب اي حاجة ذهب وهبتدي ان انا ادعكها جامد قوي فيه كده. عايزة اقول لكم نسبة الرصاص اللي طالعة فيه عالية قوي. انا عارفة ان في نسبة مسموح ليه فيها في الميك اب، بس انا ما بفضلهاش في الحاجات اللي على البشرة خالص، لانها بتأذي البشرة والبشرة بتمتصها. انا جبت لكم بديل ليه، وهو بتاع اماندا ب50 جنيه، التاني ده كان ب35 جنيه، مقارب لنفس الدرجة. عايزة اقول لكم ان انتم ما تستخدموا الحاجة الباودر، البشرة ما بتمتصهاش على طول، هي بتبقى على الطبقة الخارجية.